خير لكل اللي عم يتابعونا اليوم، ان شاء الله يكون نهاركم مليان بالخير والصحه والرزق. اليوم رح نعمل سيزر بالمعكرونه والدجاج، يعني هي وصفه بتناسب اللي بيحبوا صوص السيزر، بيحبوا هذا الصوص كثير، وكمان بنفس الوقت بيحبوا الباستا. طبعا انا استبدلت الكروتون او الخبز المحمص اللي بنقدمه مع السيزر بالباستا، اكيد هي رح تكثر لي الكميه اكثر، خصوصا اذا كانت العيله، وبنفس الوقت يعني بكون اخذت كمان طعمه، وهيك يعني غيرت عن الوصفه الاساسيه. رح بلش اكيد بتتبيله الدجاج، يعني باعتبار انه انا يعني عم حاول انه تكون الوصفه متكامله، رح فوت فيها اليوم دجاج. تتبيله الدجاج هي عباره عن رح احط عصير ليمونه وبرش ليمونه كمان. تعطيني برش الليمون بيعزز لي من حموضه الليمون، يعني دائما انا لما بدي اعطي الشغله حموضه اكثر بس بدون ما اضيف عصير ليمون اضافي، حطوا برش ليمون. بس انتبهوا وانتم عم تبرشوا الليمون ما تاخذوا من الطبقه البيضاء، لانه بيطلع عندي طعم مرار بعدين، باخذ بس الطبقه الخارجيه لقشره الليمون. عندي تقريبا ربع كوب من زيت الزيتون، وعندي معلقه كبيره من الخل. هلا انا الخل بشكل عم بستعمله للنكهه اكثر من انه يطري لي الدجاج، يعني انا لتطريه الدجاج ممكن استعمل زيت زيتون لبن بشكل عام، بس الخل بضيفه للوصفات اللي يعني انا حابه يطلع طعم الخل فيها، واكيد هلا بالصوص رح تشوفوا انه كمان رح نستعمل الخل، فحلو انه كمان نحط بتتبيله الدجاج كمان شويه خل. عندي هون معلقه صغيره من الثوم المهروس، وبالنسبه للبهارات عندي اوريجانو معلقه صغيره، ورح احط بابريكا كمان معلقه صغيره، فيكم تستعملوا المدخنه اذا موجوده عندكم، ورح احط رشه فلفل ابيض واكيد الملح. هي التتبيله مثل العاده، مثل ما بقول دائما، تبل فيها الدجاج قبل بوقت، يعني كل ما بكرت اكثر بتتبيل الدجاج كل ما الدجاج شرب هي النكهات وعطاني طعمه اكيد اطيب. هلا يعني على كل الاحوال انا الدجاج عم استعمل نص كيلو من الصدور، قطعتهم شرائح رفيعه، هلا بهيك حاله رح تشرب لي النكهه، يعني رح اخذ نكهه طيبه، بس لو عندي وقت وتبلتهم قبل بوقت مثلا او قبل بيوم بالليل بغطيهم وبحطهم بالبراد لتاني يوم بستعملهم، اكيد رح تعطيني طعمه كثير اطيب. هلا هون انا رح بلش بتقلايه الدجاج، رح اتركهم هيك بس دقيقه واحده وبلش، بس اكيد بتاكد انه يعني اخذوا التتبيله من الطرفين. يعني هي الوصفه اطيب انه استعمل فيها شرحات او صدور دجاج، بس اذا انتم ما بتحبوا مثلا عندكم جزء ثاني من الدجاج خليتوه من العظم، يعني يكون مخلي من العظم، اكيد كمان فيني استعمله حسب انتم شو اللي موجود عندكم وشو اللي بتحبوا. يعني في ناس ما بتحب صدور الدجاج، بتحسها انه بتنشف مثلا، بيستعملوا اجزاء ثانيه، بهيك حاله بخلي مثلا محل ما بشتري الدجاج هو يخلي لي اياهم من العظم، او انا بقيمهم من العظم وبستعملهم، واكيد بتطلع عندي كمان كثير طيبه. هلا مثل ما قلت هو هذا الخليط لازم يكون لازم ينقع اكثر، بس انا رح بلش حمي المقلايه باعتبار عندي زيت زيتون بقلب المكونات، ما رح اضيف شيء بالمقلايه، لبين ما تحمى المقلايه رح بلش نزلهم. وتقلايه الدجاج دائما لازم تكون المقلايه سخنه، ووقت بدي احط وقت بدي احط الدجاج يعني قلي، وبتركهم ما بحركهم لحتى ما تنزل حراره الدجاج، بس شوف الاطراف من فوق بلشت تبيض، ويعني بشيك عليها من تحت، بس اخذت الاستواء اللي بدي اياه، بعدين بقلبهم وبرجع بسويهم على الطرف الثاني. رح احكي على السريع عندي هون مكونات صوص السيزر اللي انا عن جد ما بغيرها بكل وصفات السيزر، رح احكيهم هلا ورح نطبقهم بالفقره الثانيه لحتى نرجع نعيدهم. اكيد رح استعمل مايونيز، ورح استعمل صويا صوص وخردل، وعندي عصير ليمون وثوم وخل واوريجانو وملح وفلفل ابيض، ورح استعمل كمان زيت زيتون ضيفه اخر شيء، ورح استعمل جبنه بارميزان. هلا اذا ما انا متوفره عندي جبنه البارميزان، اكيد يعني انا بعرف ستات البيوت ما كثير يعني بيهتموا بجبنه البارميزان تحديدا، يعني ممكن استعمل موتزاريلا، اشقوان، الجبنه البلديه البيضه المشلله، بس هي الوصفه بيلبق معها اكثر البارميزان. ما عندي اياها، انا ممكن استعمل او اجيب من اي محل بزوريه هي متوفره نكهه البارميزان البودره، بتعطيني طعمه كمان كثير طيبه للصوص، وبعدين على الوش بحط الجبنه المتوفره عندي اكيد. خليني قبل ما نرجع لعند هبه وورد احكي على السريع عن سلق المعكرونه، اكيد انا محضرتها، وخليني وانا عم بحكي بلش حط الشرحات على المقلايه. بالنسبه لسلق المعكرونه عندي اهم شيء تكون الطنجره كبيره، حتى لو عندي كميه المعكرونه قليله كبروا الطنجره وكتروا مي، يعني معكرونه لانه رح تنفش
وبعدين رح لاقي انه هي بلشت تلزق ببعضها. اذا كانت طنجرتي صغيره وما فيها مي كفايه، كبروا الطنجره وعبوا فيها مي منيح، وبعدين بعد ما تغلي بحط لها ملح وتكون ملوحه المي ظاهره واضحه يعني، وبعدين بنزل الباستا. هلا اذا كان اكيد بقلبهم ليوصل للاستواء اللي بدي اياه. هلا اذا كنت بدي اضيف المعكرونه على صوص سخن دغري بصفيهم وبنزلهم بقلب الصوص ويكملوا استواء، براعي انه هنا ما يكونوا استواء كامل. اذا مثل هيك بدي استعملها على البارد بصفيها وببردها وبحط لها شويه زيت لحتى ما تلزق ببعضها. رح نرجع انا وانتم لعند هبه ورد نتابع باقي الفقرات، وبرجع بلاقيكم بفقرتنا الثانيه لنحضر صوص السيزر ونحكي عن باقي المكونات. يسعد صباحكم عن جديد، اكيد صار الوقت لحتى نكمل وصفتنا. اليوم عم نعمل سيزر مع معكرونه ودجاج. حكينا عن سلق المعكرونه وحكينا او تبلنا الدجاج مع بعض وقليت الدجاج. فيكم تستعملوا يعني الدجاج تقطعوه شرائح قبل ما نتبله ونقليه، بعدين بتبله وبقليه وبستعمله، او اذا عملتوا مثلي استعملتوه شرائح بعد ما يتقلى ويستوي تتركوه شوي 10 دقائق لحتى تقطعوه. اكيد هدول رح اقطعهم كمان هيك اصابع او شرائح وقت التقديم، بس مو دغري وهن سخنين لحتى العصاره ما تطلع من قلبهم تحسوهم نشفوا. هلا بالنسبه للصوص عندي هون فوق المايونيز رح احط كل المكونات ما عدا الجبنه والزيت الزيتون، رح بلش فيهم. عندي صوص الصويا اذا متوفر عندكم موجود استعملوه لانه بيعطي طعمه كثير طيبه ل هيك انواع من الصوصات، بيعطيها هيك طعمه الامامي اللي هي يعني طعمه كثير محببه. وعندي الخردل اكيد رح يعطيني طعمه مع حموضه. عندي تقريبا حطيت معلقه بمعلقه الصويا والخردل، وهون معلقتين من عصير الليمون، وعندي حبتين من الثوم. فيكم تستعملوا الثوم البودره. رح احط فلفل ابيض وشوية ملح، ما رح كتر لأنه يعني بحط هلأ شوي بدوقها، إذا بدها ملح برجع بعدلها لأنه عندي الصويا مالحة، ورح ضيف كمان الجبنة. عندي معلقة صغيرة من الخل، خل التفاح أو الخل الأبيض، الاثنين بيطلعوا طيبين، ومعلقة صغيرة من الأوريغانو. هلأ هذا الخليط رح خلطه منيح، بعدين ضيف زيت الزيتون بعد ما خلط هدول المكونات. إضافة زيت الزيتون بآخر مرحلة مع التحريك بيعطيها هيك سماكة لهذا الصوص ولأي صوص ثاني. وآخر شيء رح ضيف الجبنة البارميزانو مثل ما اتفقنا. إذا ما أنا متوفرة عندي وما بدي جيبها ممكن استعمل نكهة بارميزان، متوفرة بمحلات البزورية أكيد، بحط منها معلقة صغيرة أو حسب الرغبة يعني بدوق وبعدل. هلأ هون رح ضيف زيت الزيتون مع التحريك، يعني هو اصلا صوص سميك، وهلا رح يعطيها كمان سماكه. تقريبا عم بستعمل يعني ربع كوب من زيت الزيتون. واخر شيء رح ضيف الجبنه. هلا يا اما انا رح خلطهم مع بعض كلهم، هلا انا اللي رح اعمله يعني الباستا مع الخس مع البندوره الكرزيه رح خلطهم وضيف عليهم الصوص، او ممكن نعمل هي القصه باخر الحلقه مع اكيد ورد وهبه. هلا هون حطيت الجبنه. قبل ما ترجعوا لعند ورد وهبه خليني بس اقول اخر نصيحه بالنسبه للورقيات الخضراء كيف بغسلهم. اول شيء اكيد بنقيهم، يعني اليوم انا عم استعمل الخس، بنقيهم بعدين بعبي جاط فيه مي وبحط المعقم اللي بدي اياه وبنزلهم. يعني انا ما بغسلهم تحت الحنفيه مباشره، وتكون المي بحراره الغرفه يعني لا سخنه ولا تكون بارده. اكيد هي القصص كلها بتاثر على قوام الورقيات الخضراء. بعد ما انقع برجع بحط مي نظيفه، برجع بغسلهم يعني، وبحاول هيك اتعامل معهم كثير بلطف لحتى اكيد ما يعني يدبلوا عندي او ينهرسوا معي وانا عم غسلهم. وقت التقطيع اذا سكينتي ما انا حاده ما انا ماضيه بقطعهم بايدي اكيد، وكمان هي القصص كثير بتاثر على قوام الورقيات. رح نرجع انا وانتم لعند هبه ورد تابع باقي الفقرات، وباخر الحلقه رح تشوفوا الشكل النهائي لطبقي لليوم. صار الوقت لحتى تشوفوا طبقي بشكله نهائي. اليوم عملنا سيزر واستعملت فيها المعكرونه والدجاج. هلا كنت عم فكر انه انا طيب اذا بدي اعملها هيك بالسلطه بارده اكيد فيني اقيم الدجاج، بس انا دائما بحب يكون طبقي نوعا ما متكامل فيه كل العناصر الغذائيه. اكيد فيكم تحضروها معكرونه مع الخاس والبندوره، واذا بدكم تضيفوا كمان اعشاب ثانيه اكيد فيكم مع صوص السيزر اللي حضرناه مع بعض. تتبيله الدجاج كثير طيبه والدجاج طلع كثير طري، المعكرونه شربت نكهه الصوص اكيد، ويعني ما رح اخبركم
لا عن الريحه ولا عن الطعمه، وبتمنى انه اكيد تجربوها، واذا جربتوها اكيد خبرونا برايكم. ان شاء الله يكون طبق اليوم عجبكم، وبشوفكم بكره بوصفه جديده.